ليلى قالها هداك حبيبي قد بيها. قلما تتحدث إلى الصحافة وإن تحدثت فهي صريحة وعفوية. إنها الفنانة زينب الياسر التي تعد من الأصوات الغنائية المتميزة المحببة لدى الجمهور في المغرب. والدها المرحوم ياسر مصطفى تربت على أقل أنواع الفن، مثلت المغرب في مجموعة من المهرجانات الدولية خاصة بدول الخليج وإندونيسيا وأوروبا. جمعت بين البحث في المجال الموسيقي بحكم دراستها الأكاديمية، كما أن طبيعة الحال عملت منذ مدة على تطوير قدراتها الصوتية، حيث تمكنت من أداء مجموعة من القطع الغنائية الصعبة لكل سنة. لو عدنا إلى البداية، كيف انطلقت زينب ياسر؟ اولا كنشكرك على هذا التقديم اللي قلتي في حقي، فهذا يعني من كما كنقولوا من فضلك ومن ذوقك، فكنشكرك مره ثانيه. البدايه كما غادي يعني كبدايه اي فنان، كان كما سبق وذكرتي تربى في واحد البيت فني والقرص مع واحد الاب فنان اللي كنت كنسمع مثلا الاب ديالي كيسمع الفريد الاطرش، محمد عبد الوهاب، ام كلثوم، سمعان. فكيفاش غادي يكون هذا الطفل او هذه الطفله اللي تربى في هذا البيت هذا هكذا، مع حكم يعني كنت في المدرسه دائما في المناسبات الوطنيه كنغني، يعني هكذا اكتشفت نفسي واكتشفوني الناس اللي حايطين بيا انني عندي واحد الصوت اللي متميز على التلاميذ اللي معايا او على الاطفال اللي معايا. هكذا كانت الانطلاقه. من بعد داني الوالد ديالي الله يرحمه المعهد الموسيقي بحكم اني كنت كنقرا عند الاستاذ بن عابد وعند الاستاذ الحاج يونس، موشحات، سولفيج، وهكذا كانت يعني بديت كان نقوم بحفلات يعني تابعة للمعهد البلدي للدار البيضاء في مناسبات وطنية. بديت كنمشي الحفلات أعراس كنغني، كيعيطوا لي الناس هكا في الحفلات ديالهم بدون ملحنين تما تينساو ليا. هكذا جات البداية، يعني بداية عادية، بداية أي فنان الانطلاقة يعني عادية هكذا. إذا سؤال ثاني هو متى شعرتي أن مشوارك الفني انطلق بالفعل؟ المشوار ديالي الفني يعني حسيت أنني يعني فنانة أو كاحتراف يعني غادي نمشي في هذا المسار، هو العام اللي اختارني المرحوم عمر الطنطاوي باش نكون يعني من ضمن الفنانين الكبار ديك الساعة بالنسبة لي أنا، نكون معاهم في سهرة فنية مغربية اللي كيطبعها يعني تكون يكون فيها غير أغاني ديال الرواد اللي منهم المرحوم أحمد البيضاوي، عبد الرحيم السقاط، العديد. وكنت انا يعني اختارني المرحوم عمر الطنطاوي بحكم انه شافني في واحد الحفل كنغني وقال لي بنتي انت غتكوني في هذا الحفل هذا اللي وغادي نعطيك واحد الاغاني تحفظيهم، وانا متاكد انك هكذا كانت يعني. وخديت انا الاغاني ديال السي احمد هي قل لي من صدى وخانا ويا حبيبا انا اهواه، والحمد لله توفقت. وكانت هذه السهره مباشره من الاولى اللي شافوها الناس مباشره، وكان المرحوم اللي كيقدم هو الجفان الله يرحمه في هذا النهار، وهو اللي يعني شهد قدمني وعطى في حقي واحد الشهاده اللي هي انا قدمت لكم زينب ياسر، ولكن انا دابا كنقول لكم المطربه زينب ياسر. هكذا كانت الانطلاقه. اذا كنعلم الاستاذ المرحوم مصطفى ياسر رجل مسرح، له اهتمامات كانت له اهتمامات كبيره بالمسرح،
هل تعتبري بان الوالد كان كان له دور في التمنيات الوالدك في مجال الغناء، ولماذا لم طبعا لم يتم توجيهك مثلا نحو مثلا المسرح او التمثيل؟ بصراحه الوالد ديالي كان عنده واحد دور كبير في الحياه ديالي، يعني لان انا والاب ديالي ما كنتش انا بعدا كنعتبره با، انا طول حياته وانا كنقولو غير خويا اولا مصطفى. فكانت بيناتنا واحد العلاقه يعني ما نقدرش نوصفها لك، الله هو اللي عالم بها، يعني صديق اخ حبيب اب بمعنى الكلمه. فكنت يوجهني، خديت عليه بزاف ديال الحوايج، خديت عليه الوقت، واحد الانسان مرتب، خديت عليه هو واحد الانسان عنده النفس، يعني انسان ما كيرضاش باي حاجه، يعني مغربي حر. خديت عليه الاناقه يعني كما كنقولوا انسان اللي خاصو ما يمكنش مثلا يقضي باللي كان، ولا لا عنده موعد ولو غير مع صديق كيخصو يتهيئ ليه. كان كيعطيني بزاف ديال النصائح، انت كتعرف الميدان الفني كيفاش داير، وهذا كان تينصحني با بزاف، وكان تيكون متواجد معايا ربما الاغلب السهرات اللي كنت كندير اولا الحفلات كان تيمشي معايا، كنذكروا انا وياه، كنهضروا انا وياه. ومساله انني ما اتجهتش للمسرح او التمثيل بصفه عامه، انا لقيت راسي كنغني، لقيت راسي الا كنت كنحفظ غير درس كنغنيه، يعني كيعجبني، كتعجبني السينما، كيعجبني المسرح، كان هو التمثيل، ولكن الغناء هو الحاجه المميزه عندي، يعني اللي غادي نعطي فيها اكثر. مناسبه 11 اها بغينا ندير واحد الاغنيه مسرح الجلاله اها محمد السيد نصر الله. نعم، اغنيه احنا مادام احنا باقيين كنعيشوا الاجواء ديال عيد العرش، فهذه اغنيه اللي كيغنيوها المغاربه كلهم وكنفتخروا بها، وغنيناها يعني في اخر بلدان العالم، يعني في بلدان اللي ما كيتصورش العقل نمشيو ليها، فاحنا مشينا لها وغنيناها. هي نداء الحسن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرح يا ارض بلادي ارضك صبحت حره، صوت السادس ينادي بلسانك يا صحراء، فرح يا ارض بلادي ارضك صبحت حره، مرادنا لازم يكمل بالمسيره الخضراء، مرادنا لازم يكمل بالمسيره الخضراء. الله 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 الله، مسيره امه وشعب ولاده وبناته، شعرها سلم وحب والغادي سعادته، مسيرة أمة وشعب ولاده وبناته، شعرها سلم وحب والغادي سعادته. الله 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 الله. وجدت مصنوط هو المدير الفني لمختلف اعمالك، هل له تاثير على اختياراتك الفنيه؟ هو تاثير او توجيه؟ اي توجيه بطبيعه الحال، تاثير تيكون ايجابي، يعني حنا كنتشاوروا فيما بيناتنا، لا انا ولا هو، يعني هو كيسولني انا كنسولو، يعني كيعطينا رايه كنعطي رايي، ما كاينش واحد التاثير ولا واحد الاحتكار، لا هذه خصها تكون، لا حنا فنانه الحمد لله، وكنتشاوروا ما بيناتنا، وحتى ولادنا كيعطيونا الاراء ديالهم، يعني ملي كتشوف
بنتك ولا ولدك حفظ واحد الاغنيه بواحد السرعه، كتقول انا غادي يكون عندها واحد التاثير طيب على الجمهور. فالحمد لله حنا ما بيناتنا كنتشاوروا، كناخذ رايه وكياخذ رايي، هكا ما كاينش واحد يعني واحد الفرد مثلا خص ندير هادي ولا، بالعكس هو كيساندني وكيعاونني وكناخذ رايه في العديد من الاشياء. فهكذا هذا هي المعامله ما بيناتنا، وكناخذوا راي بعض الاصدقاء اللي كيكونوا قراب لينا. هذا هو اللي كاين. ظاهره انتشار الاغاني المصوره بطريقه الكليب، هذه الظاهره كيف تنظرين اليها بالنسبه لك؟ هو وهل هناك تفكير بالنسبه لك انك يكون عندك دورك فيديو كليب؟ صورت انا بعض الاغاني، غير هو كيبقى الطريقه كيفاش غتصور. هو الاغنيه هي اللي برا ولات واحد الظاهره معروفه، من نكروهاش، الناس ولات كتسمع بعينيها. شتي ملي كتقدمي اغنيه، الا درتيها غير اغنيه دايزه ما كتنتبهش لها الناس، ولكن ان فوا ملي كتصوريها راه كتنتبه ليها. غير الاهم هو انك تادي الاغنيه، يعني تصوريها على حسب موضوع الاغنيه. حتى الا بغيتي تمثليها مثليها، ولكن ماشي اغنيه تافهه وانا غادا غنتعرى مثلا، ولا نجيب بنات اللي كيشطحوا عريانين هذا باش نقول درت فيديو كليب. فهذا انا ضد هذا الشيء. اما انني نجيب ناس اللي يمثلوا لي الاغنيه كموضوع وانا معاهم ونغني ولا نمثلوا او لا، هذا انا ماشي. بالعكس بالعكس، هذه اداء مزيان. فحنا الحمد لله لا اغاني وطنيه ولا اغاني عاطفيه، هي علاش لي نمثلها بواحد على الممثل ملي كيمثل لك واحد الدور باحترافيه، مع العلم انه يحتفظ على 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 شكله وعلى الصوره ديالو امام الجمهور. هذا عادي، مسألة عادية. بالعكس راه هذيك الأغنية ملي كتصورها كتقربها أكثر للجمهور. أما راه دابا كيف قلت لك الناس كتسمع بعينيها، خاصها تشوف. فهمتيني؟ ما هو تقييم للأغاني الشبابية التي غزت الساحة الدنيا خلال السنوات العامة؟ عندك واحد شبه من الغزو، غزو للأغاني الشبابية. والله العظيم إلا كاين شي أغاني اللي زوينين كيعجبوني انا كيغنيهم ولادي، يعني كيعجبوني انا كأم. كاين شي اغاني اللي زوينين، غير المشكل اللي وقع عندنا هو ان يعني طرا لهم بحال المحلابات، هذا دار محلابه اليوم غدا الاخر دار هذا غدا الاخر دار، فهمتيني؟ فانا الفكره دي انا بصراحه شفت عبد المجرد، انا باقا الان كان انا ذاك الانسان دار واحد الستيل ديالو ونجح فيه. كل واحد خاصو يدير الشكل ديالو، ما نوضوش داك التقليد الاعمى. وربما هادو دابا اللي ناضو قليل شي اغاني اللي كتنتبه لها وتعاود تسمعها. انا وكيجي اقسم لك بالله الا كيجيوني بحال كنسمع هادي، وملي كنسمع الاخرى كنسحبها راه هي. حتى كيقولوا لي ولادي بحكم هما باقيين صغار وكيعقلوا مزيان اطفال، كيقول لي لا راه هاد المغني راه ماشي هو هذا، دايره ديال هذا، كيسحبهم بحال حيت نفس الجمله كتعاود. دائما في اطار ديال الموقع التعبير الاصوات التي تستمعين وتستمتعين بها غير صوت ديال زينب ياسر يعني فنانين على الصعيد العربي العالم العربي ما نهضروش هذوك الناس، ما نهضروش عليهم ام كلثوم محمد عبد الوهاب، هذوك مساله مفروغ منها. وكنتسنط يعني النجاة الصغيرة، كنتسنط الفيروز، كنسمع بعض الأغاني لذكرى الله يرحمها. يعني هادو أغلب الناس اللي ملي كتكوني مثلا كنتي في واحد الحفل ودخلتي لدارك كتبغي تسمعي لهاد الناس، أولا ملي حتى كيكثر عليك الضجيج باش كتريحي الأذن ديالك كتسمعي محمد عبد الوهاب، كتسمعي الفيروز، كتسمع لأم كلثوم. يعني هادو هما الناس اللي في أي وقت تقدر تسمعهم. أغنية المغربية كنسمع لها عبد العاطي بالخياط، كنسمع لسي محمد الحياني الله يرحمه، كنسمع لالا نعيمة سانيح. يعني هادو الناس هو اللي كنسمع لهم أنا وكنستمتع بالاغاني ديالهم. انا عملت مساله، انا في ضمن هذه الاغاني الجديده حتى انا عملت اغنيه جديده شبابيه هي الى قال هي قد بها. نعم، هذه الاغنيه الاخيره حققت واحد الانتشار واسع، السر في الانتشار
السر هو اننا ملي شفنا كما قلت لك هذه الموجه دابا الشبابيه وهذا، حتى انا بدوري خاصني نعمل اغنيه شبابيه، اغنيه عصريه، لان كما قلت لك يعني انا كنغني اغاني الطربيه، ام كلثوم، ورده، محمد عبد الوهاب، ولكن خاصني نكون مع الناس اللي هما قد ولادي مثلا، باش حيت زين بياسر كيعرفوا كما قلتي انت فنانه كتغني الاغاني الطربيه، ولكن خاص هاد الشباب حتى هما. فعملت اغنيه هي الى قالها يكذب بها، الحمد لله لقات واحد الصدى طيب. اشتغلنا عليها مجموعه يعني في الملحن وكاتب الكلمات والموزع اللي هو مصطفى الليموني الزوج ديالي، وقمنا يعني في التسجيل ديالها في استوديو عندنا الحمد لله. حنا كنتعاونوا ما بيناتنا، يعني كاين واحد باش ما بقاوش نقولوا ما كاينش الدعم وما كاينش هذا، لان ملي كتحبي هذا الفن والميدان ديالك كتعاوني باي حاجه وكتخدمي، الاهم هو انك باش ترضي الجمهور وعادش نفسك. فهاد الاغنيه هذه اشتغل عليها مصطفى جورج، وواحد الاخ اللي كنوجد ليه هو تحيه هو زويش، والزوج ديالي بطبيعه الحال اللي هو اللي وضع ليها اللمسات الاخيره ديالها. الى قالها يقد بها، المطلع ديالها كيقول ماشي سوقي حبه يجري في عروقي، إلى قالها هداك حبيبي قد بيها، إلى قالها هداك حبيبي قد بيها، ماشي سوقي حبو يجري في عروقي، سيلو جاينا على ذوقي، سيف عليا عشقو ماشي بيديا، هبة معمرة عينيا، ماشي سوقي حبو يجري في عروقي، سيلو جاينا على ذوقي، بالسيف عليا عشقو ماشي بيديا، هبة معمرة عينيا. الأصوات الجميلة. السؤال اللي طرح هو ما هي الأصوات التي تتمثلين فيها خيرا من هذه الأصوات الكثيرة المتعددة بألوان مختلفة كلها؟ واش غنقول لك؟ يعني كما سبق لي وقلت كاين أصوات جميلة يعني وكتأدي بواحد الطريقة محترفة وثيق بيا. كاين الأصوات اللي كنتلاقاو معاهم هكا في حفلات أو في مهرجانات، والله العظيم إلا عندها واحد القدرات لا يستعان بها، واخا هما ما بارزينش في الساحة الفنية كيف بعض الفنانين الآخرين. فاللي بغيت نقول لك هو المشكل ماشي في الأصوات، كنتمنى من الله هاد الطريقة أو هاد الحركة الفنية تمشي بواحد الصبغة أخرى أو تأخذ واحد الصبغة أخرى أو واحد الاتجاه آخر، يكون واحد الاهتمام، واحد الإلمام، واحد الاحتضان كما كنقولوا، نحضنوا الفنان ونواكبوه، فهمتي. اما الاصوات موجوده، المغرب راه اش غنقول لك، اصوات لا رجال او نساء، يعني كاين فنانين وكاين فنانات الاصوات ديالهم من اروع ما يكون. راه الاهم هو كيفاش يمشي داك الفنان. على سبيل المثال انت كتشوف فنان في برنامج فني صوت احسن صوت او لا وصل النهائيات او لا في النصف او لا، من بعد فينا هو كيخصو يخرج يشتغل على نفسه. شكون غادي يشدو غادي يدير لي اغاني وغادي يوصلو عند الجمهور اولا، خصو يخرج يشتغل على نفسه، يعني كتكون واحد الموجه كما كنقولوا وصافي، ثاني اللعب الجاي ثاني واحد اخر وهكذا. المشكل ماشي هي راه كاين الخير، خاص غير اللي يكون به كما كنقولوا. يعني مؤخرا شفت احتفالات بذكرى 29 ذكرى برج الملك على عرش الاسلام في المعايير،
الاحتفالات التي اقيمت في هذه السنه. نعم. السؤال هو كيف يمكن الفنان يكون فنان في بساطة تكون فيه روح الوطنية والمواطنة؟ هو شنو نقول لك، يعني الوطنية هذه في روح أي مغربي وفي نفسه يعني، ولكن أنت كتحس بها أكثر ملي كتغادر التراب الوطني، ملي كتكون في شي دولة أخرى عادش كتحس بها أكثر. وما ما نقولش لك كيفاش واحد الاحساس كتحس به وانت كتادي الاغنيه الوطنيه او لك تخلدي الذكرى ديال بلادك عيد العرش. اولا من هذا المنبر ديالكم كنبغي نوجه الشكر والتحيه اولا للفنان الكبير الاستاذ الحاج يونس اللي كنعتبره انا سفير الاغنيه المغربيه، لانه هو اللي كيوصل العديد من الفنانين لدول متعدده لاحياء مناسبات وطنيه متعدده. وهذا الشيء الفنانين كلشي عارفينه، لاننا ماشي غير حنا اللي مشينا لاندونيسيا، كاين مجموعه اخرى اللي مشات للهند، وكاين مجموعه اخرى اللي مشات للعديد من الدول. الحاج يونس هو اللي يعني اللي كينظم هذا الحفل هذا. الى غير ذلك تحيه طبعا وزارة الثقافة لأنها هي اللي كتشرف على هذه المسائل هذه، تحية طبعا وشكر. كما أني ما ننساش السفير ديالنا بأندونيسيا الأستاذ والرجل الرجل الطيب، وأنا ما كنقولش يعني غير سفير هكذاك، هو سفير فهو كيمثل صاحب الجلالة في دولة أخرى، ولكن كنقول الاخ والفنان والصديق بزاف ديال الاشياء الاستاذ وديع بن عبد الله سفير ديالنا في اندونيسيا، اللي بصراحه شغن نقول لك مغربي حر. هذا هو المغرب، هذو هما المغاربه الحرار. فكانت المشاركه ديالي مع العديد من الفنانين، كنت انا والاستاذ الحاج يونس طبيعة الحال هو اللي مترأس الفنانين، وكان الأستاذ مصطفى الليموني اللي هو الزوج ديالي، وكان الأخ سعيد العلاوي. فكانت بصراحة واحد المشاركة اللي هي طيبة وجميلة، والغريب أو العجيب فيها وأنني أديت أغاني النشيد الوطني الأندونيسي وأغنية دينية اللي هي أندونيسيا. كذلك هما الأندونيسيين أدوا النشيد الوطني المغربي ديالنا، وكان واحد الحفل المتميز اللي كانوا فيه سفراء من جميع الدول، مغاربة عايشين تما، كانوا ناس من الكويت، كانوا من العراق، من فلسطين، يعني كان واحد الجو رائع اللي كان افتخر به أنا كوني كفنانة مغربية. وهذه الحمد لله مع الأستاذ الحاج يونس ماشي أول مرة، فهذا الشيء ماشي غريب، هذه أنا ثاني مرة باش كنمشي لأندونيسيا، ولكن هذه المرة كان لها واحد طبع خاص، كان احتفال خاص. هذا هو اللي كاين. يمكن السؤال الثاني هو أنك تعلمتي العجول من الحين، كنت أنت عجيب لو تنميزها بسرية، أنا عجيب لها سعيد منها. كانت أغنية 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 أديتها من بين الملحنين الذين تفضلين التعامل معهم سعيد الإمام أخ وصديق، وكنشكره بزاف لا هو ولا الزوجة ديالو صديقتي، وكنت تعاملت معها في أغنية وقدمتها في القناة الثانية في سهرة، كانت في القناة الثانية. فهو فنان متميز وكنوجه ليه تحية. أنا ما كان نقولش غنفضل هذا الملحن على هذا الملحن، هو اللي كاين هو أنني ملي كناخذ العمل كنسمعو كنحس به، هنا كيكون التعامل. ما غاديش مثلا نفضل فلان على فلان او لا، غير ملي كنحس بواحد الاغنيه يعني شداتني وكيكون واحد الموضوع اللي هو جيد، علاش لا، علاش ما نغنيهاش. هذا السؤال الاخير الان هو نعم. سؤال حصري بالنسبه لجميل الاستاذ، نعم، وهو جديد عندك اعمالك او برنامج في الفتره الصيف، لان معروف انك في الفتره الصيفيه
فيها مجموعه من المهرجانات. هو كاين مجموعه ديال الاغاني من ضمنها الاغنيه اللي قدمت لكم هذه قدمتها يعني خرجات كما كنقولوا، وكاين اغاني اللي احنا هي موجوده انا اللي خلاني ما قدمتهاش في هذه الفتره هذه. انتما كتعرفوا دابا الصيف كاين الموسم، انتما كتعرفوا المغاربه السهرات المهرجانات تبارك الله على صعيد المملكه. فبغيت نخلي الاغنيه خليها بلاتي شويه يدوز ان شاء الله عيد الكبير وهذا ما هي موجوده ونقدمها للجمهور باش على الاقل ينتبه لك الجمهور المغربي. انتما كتعرفوا دابا العطله، الناس مسافرين، الناس خارجين، الناس هذا، فعلى الاقل هي تاخذ حقها شويه من الاستماع والناس ينتابوا لها. هذا هو اللي كاين. والعنوان ديالها الماء والشطابه، فهذه حصريه كنقولها لكم، الماء والشطابه انتظروها. انا بالنسبه في سياق الفن، هل فكرت الفنانه المقتدره أن تكون من ضمن زعما التمثيل، تمثلي شي فيلم من الأفلام مع مخرج من المخرجين المغاربة؟ كما سبق لي وقلت لك أنني تربيت في بيت فني والأب ديالي مسرحي، أنا كان هو الفن بجميع أنواعه. غير اللي كنتمنى يعني إلا جاتني هذه الفرصة أنني نمثل، كنتمنى يكون موضوع يعني اللي نأدي اللي نغني فيه، نغني يعني يكون واحد الدور ديال شي فنانه ديال شي يعني كيما الشرقيين ملي كيقدموا قصه كتكون البطله كتغني، ماشي ندير واحد الدور اللي هو بعيد على شكلي انا كفنانه. مثلا انا فنانه يحطوني مثلا في واحد ندير ام، لانني انا ام وليداتي هما قدامي، ندير ام ولكن ندير يعني في القصه يكون انني غنيت او كنغني او لا كنت كنغني او لا عندي ولدي كيغني وكنوجهو بحكم تجربتي انا كفنانه، ماشي انا فنانه وندير دور مثلا ديال وحده خدامة موظفه او لا ربت بيت يعني خالي من. خاص يكون عندي روح الفن في الدور ديالي وعلاش لا. رساله الى جمهورك المغربي كنقول الجمهور ديالي اولا كنشكره بزاف، لان والله العظيم الرسائل اللي كنتلقاها من الجمهور يعني بداكشي اللي كنقدم او بالاعمال اللي كنقوم بها، فجمهور الحمد لله الجمهور المغربي ذواق، وكيقول له واحد المثل المغربي ديالنا فين ما حطيتي راسك كتلقى رجليك. الحب كنشكره بزاف، كنشكره وكنتمنى ان شاء الله نكونوا ديما عند حسن ظنه. وما ننساش انني نشكركم نتوما بالذات، وكنشكر جريده اصوات اللي انا كنتمنى نكون خفيفه ونكون قدمت شي حاجه لجمهور اصوات. ومرحبا بكم وسمحوا لينا على شقاكم، هذه مازال كنقولها لانكم تعذبتوا باش تجيو عندنا وتصاهدوا، مرحبا بكم. وهذا الشيء يعني هذا الشيء اللي كاين.